كيف يخرج الإنسان من السنة إلى البدعة إذا خالف الأصول؟ هذه الأصول التي ألفها أهل العلم واتفقوا عليها ومشوا عليها موافقة للكتاب والسنة. لما جينا لأهل البدع والضلالات ورأينا هذه الأصول التي اتفق عليها وجدهم يخالفوا، كالقدر، ككلام الله، هذا كله متفقين عليه أن الله يتكلم، لكن لما تأتي الفرقة وتقول الله ما يتكلم أو كلام نفسي أو غير ذلك فهذا مردود لا إشكال. وصاحبه متى يكون مبتدع؟ إذا بين له أصر وعاند وكابر، هذا مبتدع لا إشكال، إذا خالف في الأصول. أما إذا كان في الفروع لا، وقف، ما يمكن يخرج، الفروع تتفرع عن هذه الأصول. كان إذا وافق في الأصول الحمد لله،